اهلا وسهلا بيكم شباب طلبه والساده اولياء الامور. نعم، هنعمل النهارده ريبورت لستادي.كوم للاسبوع الاول من الاساينمنتس بتاعتنا اللي كان اسمها تشابتر 4 في الهيستوري. في ناس عندها مشكله في ان هي مش فاهمه بالظبط ايه اللي مطلوب، ومش فاهمه ايه اللي المفروض تخلصه، ومش عارفه اذا كانت عملت الحاجه دي ولا لا. فانا هوري حضراتكم شكل الكلاس روم المفروض يكون شكله ايه عندكم، وهوريكم عندي انا شايف ايه، ومين الطلبه اللي عملوا الحاجه ومين الطلبه اللي ما عملوهاش and so on. طبعا هنلاقي في الفيديو ده ان في ناس كتيره ما عملتش الاساينمنتس او ما عملتش الامتحان ده، لان كان اول اسبوع وناس كتيره ما كانتش لسه عارفه تعمل ازاي. فانا مش بوريكم ده كريبورت، الريبورت هيبتدي من الاسبوع التاني، انما انا بوري حضراتكم ده علشان تعرفوا ايه اللي مطلوب بالظبط وما يبقاش فيها لخبطه خالص. تعالوا نبص مع بعض. هنا عندنا جروب مثلا اللي هو اسمه جود اس اي تي ماي 2020 ليفل 1. لما نفتح الكلاس روم بتاعنا هنلاقي جوه الاساينمنتس بتاعتنا محطوطه هنا بالنيوست ديو ديت، يعني الحاجه اللي هي اجدد حاجه. تمام، ممكن دي احنا نغيرها من عندنا ونشوف القديم الاول. تمام، طيب انا هغيرها هنا وهخليها الاولدست عشان نشوف الحاجه القديمه الاول وبعدين الجديد. بصوا هنا يا حضرات، عندنا تشابتر 4. تشابتر 4 في منه حاجتين، واحد اسمه تشابتر 4 لايف ان ذا كولونيز كذا، ده كده التشابتر نفسه، وتحتيه في تشابتر 4 لايف ان ذا كولونيز كذا اكزام، يعني ده الامتحان بتاع التشابتر. واضح؟ حلو قوي. الايكون هنا شايفين فيها كده بوكس كده وفيها فيديو كده، ده معناه التشابتر نفسه، الشرح نفسه، وهنا في قلم وفي دواير كده، ده معناه الامتحان. بعد كده في تشابتر 5 اللي هو التشابتر، وتشابتر 5 الامتحان. حلو، تمام. تشابتر 4 ده assigned يوم 6/7/20، يعني يوم جون 7، يعني 7/6 بالعربي بقى لان احنا في امريكا بنعكس 2020، وديو يوم 6/14/2020، يوم 14/6/2020، يعني خلاص كده عدى الديو ديت بتاعه، يعني اللي عمله متاخر خلاص عدى الديو ديت بتاعه، هيبان ان هو معمول متاخر. حلو، طيب انا بقى كتيتشر بشوف هنا في كام حد كمل. انا الكلاس ده بتاع ليفل 1 انا حاطط فيه 73 ستودنتس. تمام، 18 واحد من ال 73 خلصوا التشابتر. يعني ايه خلصوا التشابتر؟ يعني اتفرجوا على الفيديو وقروا الكلام وعملوا الكويز بتاعه. طب هنيجي بعد كده على تشابتر 4 اكزام. تشابتر 4 اكزام الامتحان بقى اللي المفروض حضرتك يا طالب تاخده بعد ما بتخلص التشابتر كله، عندي هنا 20 طالب خلصوه من 72 طالب بس. طب اوريكم شكل الريبورت بيكون ايه بالنسبه للامتحان مثلا. هندوس كده اوكي، وهنلاقي هنا عندنا اسامي الطلبه خلاص، وهناخد هنا، وبعتذر يعني لو حد كان زعلان ان اسمه يكون مكتوب، زي ما انا قلت ده الاسبوع الاول ومش يعني مش متوقع ان انتوا تجيبوا اي سكور فيه، انا بس كنت حابب ان احنا نجربه مع بعض، هنبتدي نتحاسب مع بعض من الاسبوع الثاني. فتعالوا نبص على اللي موجود هنا. فعندنا هنا مثلا عبد الله. عبد الله امتحن الامتحان ده كذا مره، كام مره؟ 5 مرات. حلو، اول مره جاب 23%، احسن مره جاب 37%. طبعا عبد الله غالبا كان بيجرب هنا وما كانش فعلا قرا الشابتر ولا عمل الكويزز ولا حاجه، وده هيكون باين عندي في الريبورت اللي فوق. طيب ننزل هنا تحت مثلا للينا، لينا محمود اخر واحده هنا في الجدول ده. لينا اول سكور جابته 93%، واحسن سكور جابته 100%، وعملت كام اتمت، كام محاولة؟ 2. كومبليت دي معناها ان هي خلصت الامتحان في الميعاد في الاسبوع اللي انا كنت محدده. طيب تعالوا مثلا هنا على لوجين احمد، شايفين؟ هتلاقوا ان هي عملت الامتحان مرة واحدة بس وجابت فيه 93%، بس مكتوب جنبه ايه؟ done late، يعني عملته بعد ما التاريخ بتاعه خلص. فعشان كده بشجعكم ان اي حد اتأخر يا ريت يعمل الاساينمنت بتاعه، حتى لو هو متأخر مش مشكلة يعملوا برضو لو سمحتوا. تمام كده يا شباب؟ فده اللي أنا بشوفه. ونفس الشيء بالنسبة للتشابتر نفسه، أنا بشوف حضرتك فتحت الفيديو، قريت المقال ولا لأ، عملت الكويز ولا لأ، كل التفاصيل دي أنا بشوفها بالتفصيل. فأنا عايز حضراتكم تكملوا لي لو سمحتوا الأساينمنت اللي كان عندكم بتاع ويك 1 وبتاع ويك 2. نبص تاني هنا يا شباب، شكل ويك 1 وشكل ويك 2 أهو. ويك 2 اللي هو دلوقتي، هعكسه لكم تاني. ويك 1 اللي هو دلوقتي تشابتر 4، سوري ويك 1 اللي هو الاسبوع اللي فات تشابتر 4 اهو، الاثنين دول خلصوا، بس ما عنديش غير 20 طالب بس اللي امتحنوا، 18 طالب بس اللي درسوا التشابتر، ما ينفعش لازم كلكم تعملوه، فاللي متاخر
هيفتح الكلاس روم بتاعه هيلاقي دول كده هيعملهم عادي. طيب تعالى هنا على تشابتر 5، ده اللي هو الجديد لازم تخلصه قبل يوم 26/6. تيجي هنا تتفرج على كل الليسنز، تحل كل الكويزز بتاعته، وبعدين تفتح الاكزام وتحل الاكزام. تمام؟ This is super duper important. Now هعمل فيديو تاني يا شباب بوضح فيه ازاي حضرتك تفتح جوه الكلاس روم بتاعك وتفتح الليسنز وتفتح الكلام ده كله بالتفصيل. انا هنا بوريك انا بشوف ايه، عايز هوريك دلوقتي حضرتك كطالب هتشوف ايه. ارجو يكون الموضوع يعني كده بقى واضح، وباكد مره تانيه لو سمحتوا اي حد عنده assignment قديم حتى لو تاريخه عدى يعمله لو سمحتوا، اوكي؟ وتحل الامتحان وتحل الكويز ان شاء الله 100 مره براحتك، تمام؟ وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو التاني اللي بشرح فيه من وجهه نظر الطالب المفروض الموضوع يكون ماشي ازاي. هنعمل لكم ريبورت لويك 2، هبين بقى كل الطلبه باساميها بالسكورز بتاعتها، يعني هيكون في فضايح كبيره جدا جدا جدا. فاللي عايز يصلح السكور بتاعه او يحل بتاع ويك 1 اللي هو كان فايته، انا مديك فرصه قدامك كام يوم لغايه يوم 26/6 تكون عملت الكلام ده، علشان ساعتها هعرض ويك 1 وويك 2 على بعض وكلنا هنشوف الحاجات الحلوه اللي انتوا عاملينها ان شاء الله. ثانك يو شباب، سلام عليكم.